صباح الخير، عليكم جدا جدا والله. عاملين ايه؟ وحشتوني اقسم بالله. انا شفت كومنت بس مش لاقياه، لو بقى صحوها بقى. والله انا صاحي من بدري، كنت بلم الهدوم اقسم بالله. غادة ايلاينر خريجة ازهر وحافظة القرآن الكريم كامل، كانت بتجعر كتير وهي صغيرة لحد ما صوتها بقى شبه صوت الرجالة. رسم ايلاينر واصل لحد ودانها، قررت تغيير حياتها وخلع الحجاب وبتعيش بطريقة مختلفة. غادة بنت على التيك توك قلبت السوشيال ميديا لتشبهها بالرجال، وصوتها الخشن ليها طريقة مختلفة، بتقول أي كلام يخطر على بالها. غادة لفتت الأنظار ليها بشكلها الغريب اللي ظهرت بيه وتشبهها بالرجال وصوتها الخشن ورسم أيلاينر واصل عينيها بودانها، وشايفة إن هي شبه الفراعنة بالشكل ده زي نفرتيتي يعني. والنهاردة هقول لكم حكاية غادة الغامضة اللي خلتها تبقى بالشكل ده. غادة قالت إن صوتها وهي صغيرة كان ناعم عادي زي أي بنت، ولكن بسبب إن هي كانت بتجعر كتير وهي صغيرة صوتها بقى خشن بالشكل ده. غادة بتقول إن هي لما كانت صغيرة كانت بتحب تلعب في الشارع مع الأولاد، وما كانتش تحب تلعب مع البنات خالص، وكانت مفترية قوي ومحدش بيقدر عليها، وبتضرب كل الأولاد في الشارع، والأولاد كلهم كانوا بيخافوا منها ومحدش بيقدر يقرب منها ولا يحاول يضربها أو يزعلها، لأن أي ولد هيقع تحت إيديها هتضربه بفترة. كانت ظروف حياتها من وهي صغيرة صعبة، اضطرت إن هي تشتغل، وكانت طبيعة الشغل بيحتاج مجهود وبتتعامل مع الرجالة، ده خلاها تنشف وتسترجل علشان تقدر تتعامل مع الناس في الشغل. غادة خريجة أزهر وحافظة القرآن الكريم كامل، ودخلت مسابقات كتير لحفظ القرآن الكريم، وكانت لابسة الحجاب، وكانت قريبة جدا من ربنا. والد غادة سافر السعودية بيشتغل هنا، وغادة سافرت معاه بعد ما خلصت دراستها واشتغلت هنا، وحياتها اتظبطت جدا وكانت عايشة حياة مستقرة. ولكن كانت الصدمة لما والدها توفى وهي كانت متعلقة بيه جدا، ودخلت في حالة اكتئاب، وده أدى إلى تغير شخصيتها. قررت تقلع الحجاب وغيرت شخصيتها وبقت غير متزنة ومهيبرة خالص، وغيرت في شكلها وطريقة كلامها، ولكنها تعرضت للتنمر، وأكتر حاجة ضايقتها تريقة الناس عليها وإن هما دايما شايفينها البنت المسترجلة. غادة حالتها النفسية ساءت جدا وحالة الاكتئاب زادت عندها، ولكنها قررت تكمل بالشكل ده طالما ده مريح ومقتنعة بيه. غادة بدأت تعمل فيديوهات بصوتها الخشن وبتقول كلام مش مفهوم. في ناس كتير انتقدت غادة على شكلها وصوتها الخشن وفيديوهاتها الغريبة، ولكن في ناس تاني شايفين ان هي من حقها تعمل اللي يريحها، مش من حق حد يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، محدش واصي عليها. يا ترى انتوا ايه رأيكم في طريقة غادة؟